السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. شنو مخالفتك؟ ما عندي مخالفه. ما عندك مخالفه؟ رقم ماله متسخر. تمام. طيب الثانويه؟ خلي يعني الشهر السادس 2024 وتنتهي 29 يعني الشهر السادس. بس سؤالي لك، مخالفتك بالضبط اريدك انت تعرف. اولي النسوان على بابا اول انت تعود النسوان شو اليوم مو بسبب هي هو عنده مخالفتين. المخالفه الاولى إذا تسمح لي. نعم. أنت إحنا نشكرك على ربطك حزام الأمان طبعا. شنو مخالفتك؟ المخالفة الإجازة السوق قديمة يعني نعم. تحتاج إلى تجديد. نعم. المخالفة سيدي. الثانية. لا ممكن هنا أوقف لي. أول الثانية. مخالفة إلي إجازة السوق. إجازة السوق إي قديمة يحتاج إلى تجديد. نعم. المخالفة الثانية الوقوف على نهر الشارع. نعم. شرفت سيد العزيز. لا أنا انتبهت عليك إنه أنت ما واقف اقصى ها؟ هسه احنا عندنا التصوير صحيح اوكي؟ طلع لك حتى التصوير اذا تحب تشوف الشارع فارغ شايفكم ما ربي يحفظك. نصيحتك الى اخوانك سائقين والله نصيحه لاي سائق مو الا خصوصي او نعم. تاكسي او كي تمام صف الرصيف صف الرصيف ايه؟ احنا واجبنا خدمتكم خدمه ربك بس بنفس الوقت لازم تعاونوا صحيح انا ابي اطلع انا يمكن يدري ابي سيد الضابط لين نعم. يعني رايحين جاي يعني نعم. انا ما وقف هنا نعم. بس كانت اكو سياره كوستا يمكن شفتيها ما ادري كيف نعم بدها تطلع انا وقفت وهم النسوان جنس سالني اول هم النسوان يعني. ما لهم علاقه شعلي النسوان مخالفه انت قائد المركبه انت تتحملها اخوي انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه احنا واجبنا هو خدمتكم لكن مفروض تعاون هذا التعاون والله بالنسبه لي بتعاون ان شاء الله دائما تكون متعاون المفروض تتوجه الى احد مواقعنا على مود الجدد الاجازه وللعلم ما تتاخر لك ساعه في تجديد والله الاجازه والله الساعه هوايه ايضا رحمه الله والديك الاخ المواطن يعني نوجهه انه يراجع مواقع التسجيل حتى يثبت اللوحات نعم. يثبت اللوحات ضروري جدا